لا تزال أسعار الخضر والفواكه تشهد ارتفاعاً في أسواق العاصمة، والعينة هذه المرة السوق اليومي بصحة الشهداء، وضع جعل أغلب المواطنين عاجزين عن اقتناء ما يحتاجونه. كل شغالي خسي، أولاً أنا يقتلوا فينا وإحنا حيين، والله العظيم كل شغالي، ما عاد الإنسان رخيص في البلاد هذه. كل جدول ولا راك شوف تجي لهنا القفة، شوف القفة 200 ألف فرق ما تدي والو، كل شاب 10 ولا 15 يزيدوا كما يحبوا، ما كان لي كونترني والو. كاين اون بون دو مافيا، هما اللي هم يستوكوا هاد الامور وكذا باش يقيسوا الشعب الفقير. راك تشوف فيها كيف كاتي بوبيلا، راك تشوف شحال يدير العنب، شحال يدير الاخر، ونهضوا على البطاطا تاع الزوالي. المهم حنا في بلادنا نتمناو من السلطه هذه كيما البطاطا، كيما الخبز، كيما الدقيق، هادو والحليب ما يتقاسوش. كيما البطاطا 10000، القرعه 7000، الطوماطي 7000، ما قدرناش نعيشوا المعيشه هذه اختي بزاف. الاسعار راهي غير بالزيروات، راه المارشي اللي تغنى نخلي لي 100000 ما تكفيهاش. التجار من جهتهم أكدوا أن الخضر غير متوفرة بأسواق الجملة. السلعة تكون ناقصة السوق طالع تغلى، كي تكون قوية موجودة السلعة رخيصة. هذه هي في بوق الراس في الخميس ولا في كل بلاصة. دوكا واش كاين؟ دوكا ناقصة شوية. أي طالعة الأسعار. في السوق ما كانش وغالية في السوق. هذه التجارة الحرة يقطعوها احتكار ويخرجوا بشوية ويبيعوا كما يحبوا. ويبقى المواطن البسيط أسير مجموعة من المضاربين أو الفوضى التي تعرفها الأسواق في غياب آليات الرقابة العاجزة عن احتواء ظاهرة الارتفاع الجنوني للأسعار.